صباح الخيرات عن جديد. رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم. بيعاني الكثير من الموظفين من تكرار المهام يومياً وبطريقة مملة، الشيء اللي بيسيطر على تركيزهم وممكن يترك آثار سلبية على إنجازهم أو حتى على علاقتهم بزملائهم. يمكن ما بعرف للأسف هالملل بيوصل أوقات لمرحلة بتخلي الشخص يستسلم للروتين ويقل حماسه للتجديد بالشيء يلي عم يقدمه، فعلياً هاد شيء كتير سيء يعني. طبعاً ما في حدا إلا ومر يمكن بهي الحالة، روتين ملل من الشغل، يعني مثل ما بيقولوا بيصير الواحد بيعمل اللي عليه وبيحمل حاله وبيمشي من شغله. يعني طبعاً الموضوع له كتير تأثيرات سلبية على الصحة النفسية من جهة وعلى الشغف المهني من جهة تانية. لهيك صار معنا أكيد الأستاذ رضوان نصار، دبلوم إدارة ومدرب تسويق ومبيعات، لنحكي أكثر كيف ممكن نحول شغلنا لمتعة وما نستسلم لهذا الروتين اللي كلياتنا معرضين إنه نمر فيه. سعد صباحك أستاذ. صباح الخيرات أستاذ، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. مالين ولا شو وضعك؟ لا رواق تماما إن شاء الله أيامك كلياتها بتكون رواق وأيام كل اللي عم يشوفونا. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء إنه ما في حدا من بيناتنا ما مر بفترة هيك حس حاله إنه خلاص أنا مالل لدرجة مو طبيعية من الشغل اللي أنا عم بشتغله، بس بدي غير، بس بدي أعمل شيء. إمتى أنا فعلا بكون دخلت بالروتين بالعمل؟ هلا حقيقة مثل ما حكيتي حضرتك، اليوم كلياتنا بنتعرض لفترة من الفترات لموضوع دخول بروتين وملل الوظيفي. خلينا نسمي هذا الشيء له مؤشرات، أحد مؤشراته خلينا نبلشها من الصبح لما الواحد بيلبس ثيابه ورايح على شغله، فبيروح ما عنده هالرغبة القوية إنه يوصل للشغل. صحيح. فبتلاقي إنه بلش مؤشر الثاني للتأخير الصباحي اليومي نتيجة إنه ما في هالشيء يشجعه ولا يرفع الرغبة عنده ليكون بشغله. منطفي المنبه بتبلش له. تماماً بلش أطفي وتبع كل شوي أقدم تأخير. بعد منها بتلاقي في مؤشر ثاني اللي هو تسويف المهام اليومية، فبلش يسوف إنه يلا بكرة بساوي هذه المهام، فبتزايد هالمهام وبالتالي بتعمل الضغط عليه. عدم إدارة الوقت هي كمان من أحد المؤشرات، تلاقي ما عنده إدارة لوقته ضمن الوقت الدوام، ما بيدير وقته بشكل صحيح لينجز هالمهام. آخر مؤشر، هذا المؤشر اللي كلياتنا بنوصل له بفترة الملل، اللي هو تبع بنطر الساعة لحتى يخلص الدوام عشان اطلع من شغلي. حتى هي المؤشرات غالبا بتظهر عند الناس اللي بيكونوا وصل لهم فترة طويلة بنفس العمل أو بنفس المنصب الوظيفي، فيبلش عندهم هذا الرتم اليومي اللي هن عم يشتغلوا عليه ونفس المهام اللي عم يشتغلوها للأسف. يعني يمكن الفكره الاهم انه هو مو دائما، والله اذا انا مليت فخلص انا احمل حالي وامشي واترك خلص. صحيح. انا مليت خلص، فقدت شغف فخلص ما عاد بدي كمل بهذا العمل. لا، اعطي حالك شويه فرصه، وحنحكي هلا بكل هاي التفاصيل يعني من بعد ما نحكي عن الاسباب اساسا اللي هي بتتراكم او شيء بيصير خلانا نوصل فجاه لهي المرحله وتطلع علينا هي المؤشرات اللي ذكرناها. هلا نحن في شغلات كثير بتخلينا نحن ناخر شوي او ناجل او نلغي الملل او الروتين الوظيفي. خلينا نبلش كمان من الصبح. نحن اليوم كثير مهم انه نعمل رياضه صباحيه لانه هي بتنشط الدوره الدمويه. اليوم اذا كان انا ما عندي نادي بقدر التزم فيه، فينا نعملها صباحا ولو مده 5 دقائق، حتشعري كثير بنشاط كثير كبير لما انا فيه وبعمل هالرياضه مع موسيقى. بعد شوي عن اخبار الصباح، بدون اخبار، خليني هيك شوف شغلات خليني اكون متفائل اكثر. تمام. نيجي للمرحله الثانيه اللي هو انا اوصل على شغلي. كثير مهم نظم اموري، حط الاجنده تبعي وبلش حط التاسكات اللي لازم اسويها اليوم. ما اكون مبالغ بالمهام اللي لازم اسويها اليوم، يعني انا اليوم اكون متفائل جدا انه اسوي مثلا 10 مهام، وباخر نهار اكون مالي منجز غير 7، هذا بتاثر علي. الانجاز بيعطيك كثير حافز انه انا اليوم سعيد انجزت مواضيع معينة. هي تدو ليست قصدك صح؟ أنا يكون عندنا تدو ليست. يا الله كثير شعور حلو لما تعمل هيك تك عن مهمة مثلا بدك تعملها. قديش بتشعري بسعادة إنه يعني أي دو إت خلص. أنا معروفة عندهم بالقناة، معروفة بالقناة اليوم عند بالنيوز روم إنه هي اللي عندها تدو ليست، دائما دفتري معي وبحب أكتب شو عندي، فبحس براحة نفسية عن جد. تمام. هلا أنا بحب كثير اليوم أعمل هي الأجندة إنه أحط أول مهام هي المهام السهلة اللي فينا فيني اسويها، بلشي انه مثل هيك مرحله الاقلاع، انه انجزت هي انجزت هي، بعدين بلش انا بالضبط ترفعي الانجازيه تبعك لوسط النهار. كثير مهم كمان اليوم اعمل هيك بريك لإلي، وما ضروري يكون هذا بريك بوقت معين مشان ما انا
برمج حالي انه هاي الساعه خلص انا بدي اعمل ستوب. لا، انا لما احس حالي انه لازم اوقف، اوكي كثير حلو اني اقعد على جنب بعيد عن الاشخاص، عن المهام، اخذ فنجان القهوه تبعي، نستفي لحتى هيك ارجع جدد الطاقه تبعي، ارجع جدول اموري، وارجع كفي باقي نهاري. هي من الشغلات الكثير مهمه اليوم لازم نعملها لحتى نقدر نحس بالانجاز. الانجاز بخليك تشعري بالنشاط، بالحماس، شغف انه انت تكفي نهارك وتعملي انجازات. صحيح. استاذ رضوان، في كثير من الاشخاص هن بحبوا الحياه الروتينيه نوعا ما، او هن يعني بحبوا انه يستقروا بعمل خوفا من التغيير يلي حكينا عنه بحلقات سابقه. في دراسات بتقول انه ما بصير انت تضلك بشغلك اكثر من 5 سنين، لانه انت رح تفوت بحاله روتينيه، لازم تطلع من هذا الشغل تنتقل لشغل ثاني. قديش انت مع الفكره؟ هلا كثير مع الفكره، لانه هو الشخص انت بحب يضل بشغله، لما يبلش ساعتها عم بياخذ منه مهارات، عم يكتسب مهارات جديده وعم بياخذ معلومات اضافيه، بس انت بحس انه خلص لما بيسقف بالمعلومات انه خلص انا تعلمت كل شيء، صفيت، انا فعلا عمل روتيني اداري، هون بيشعر بالملل. صحيح. طالما انا عم بقدر دور على المعلومه، دور على مهاره اضافيه تضيف لي اياها للعمل تبعي، هون ما بتشعري بالملل. اليوم ما في عمل هو موجود، يعني مثلا اذا بنحكي على شركه، ما في شركه هي عباره عن منصب واحد او اداره واحده. حلو اني انا نوع بالادارات داخل الشركه، في حال اني انا الشركه مرتاح معها كاداره، ما اطول معها لانه انا عم نوع من المهارات اللي انا عم باخذها والمهام اللي عم باخذها، فبتلاقي بتزيد مهاراتك، بتزيد اليوم معلوماتك، فبصير في العلاقه المشتركه بينك وبين الشغل كمصالح مشتركه بتزيد. كل ما زادت المصالح المشتركه، كل ما زادت انت محبتك للعمل. تمام. هون اهم شيء برجع بقول لك هو انك تنوع، يعني هون بده يكون العمل بعد الطرفين ما بين الاداره والموظف، يعني هي قدرانه تطور من الموظف، بس الوقت الموظف حابب انه اساسا هو يتطور ويعمل شيء جديد. حقيقه بس خبرك شيء، نحن كموظفين دائما بنحط يعني مثل الشماعه اللي هي الاداره انه هي ما بتطور، اذا الاداره ما بدها تطور انا بدي اطور حالي. هلا اذا كانت الاداره عم تطور الموظف والموظف عم يطور حاله، فهي نتيجه رائعه جدا. أكيد. بس انا ما بخلي ادارتي انه توقفني عند حد معين، انا بضل عم بدور وين فيني طور حالي. طبعا. وبالتالي طور العمل. شوفي، ما في اداره كشركه الا بتحب تطور عملها، بس بدها موظف الا انا قادر اضيف شيء هون على عمل معين او اضيف شيء على الشركه، فدائما المبادره هي شغله مهمه. اكيد. في كثير اصدقاء ممكن نقابلهم لما تحكيهم كيف شغلك مرتاح ومرتاح، بيقول لك اذا في شيء مخليني انا متمسك بهالشغل او باقي هو بعيدا عن ملل الروتين، هيك هو جو الرفقات اللي صحيح. عندي بالشغل، زملائي، حاسس مرتاح نفسيا. وبالمقابل في اشخاص تقول لك لا، انا شغلي يمكن ماشي منيح وراتبي جيد، بس انا مالي مرتاح مع البيئه اللي انا فيها. هل لما انا بكون قاعده ببيئه مالي مرتاحه فيها بيكون وقت اني انا امشي مثلا، او كيف ممكن نتعامل مع هي الحاله؟ بالحقيقه اليوم الجو كثير اساسي. اليوم يمكن مثل ما حكيت حضرتك المثال حلو، انا مرتاح مع الاداره، وضعي المادي كثير منيح، انت اول ظرف بيجيكي بوضع مادي افضل حتتركي. تمام، لانه انت متعلقه ماديا، ما عليك متعلقه بالشركه بشكل عام او بالبيئه، فلذلك الجو كثير مهم. انا اليوم بشدني الجو، بشدني روح الفريق اللي عم اشتغل معه. تمام، هذا الجو كل ما كان هو فعلا عم بيصير التعامل بشكل احترافي فهو افضل. ما ننسى نحن اليوم اذا عم نقسم ال 24 ساعه حنشوف انه نحن اكثر وقت عم ننجزه هو او موجودين فيه هو بيئه العمل. صح. تمام، يعني اهلنا ما بشوفونا قد ما بنشوف اصدقائنا او زملائنا، خلينا نقول ببيئه العمل. فكثير مهم انه اليوم اعرف هذا الجو قديش كون حافظ على الحدود والمسافات الأمان مع زملائي لحتى خلي الجو يعني أنقى ما يمكن. تمام، يعني هلا بس اذا راتبك كثير عالي فانه معلش طول بالك، تحمل زملائك ويسر، لانه الظروف صعبه واكيد عم بتمر على الكل. طيب بالختام استاذ رضوان، هيك يعني نقاط أساسية أنا لازم أفكر فيها، لازم حطها ببالي، يمكن لازم أطلع عمرايتي الصبح قبل ما أروح على شغلي وأتكون حاسة أنه أنا خلص ما عاد قدرانة أتحمل، ولكن ظرف العمل جيد، المشكلة يمكن تكون من عندي، شو لازم أعمل؟ هلا دائما لازم نشوف موضوع مثل ما نقول يكون عندنا تفاؤل أكثر، نشوف النص الكاس المليان. تمام، أنه اليوم ما في بيئة عمل مثالية 100%، وبالتالي إذا بدي ضل عم بتطلع على سلبيات الشركة تبعي أو المجال اللي عم اشتغل فيه، حتلاقي كل العالم من ثاني يوم تا
تركت شغلات. تمام، فلذلك دائما بدي احاول ادور وين في شغلات ايجابيه واستثمرها انا. تمام، هي هاي شغله اساسيه. بس في قصه مهمه لازم نركز عليها، هي موضوع الجو مثل ما حكيتي حضرتك. الزملاء هن زملاء عمل وليس اصحاب، فلذلك انا لازم افرق بيناتهم، ما لازم فوت العلاقات الشخصيه ببيئة العمل، لأنه العلاقات الشخصية يمكن تنجم عن مشكلة، والمشكلة تنجم عن مثلا حزازية معينة، وبالتالي بتصير الجو مشحون. خلي اليوم الزميل هو زميل والأصحاب إن أصحاب. طبعاً. خلي فرق بيناتهم، أنا بلاقيها أفضل بكثير. شكلك كنت عم تسمع حديثنا أنا وآية قبل شوي. أكيد شغلات كثير مهمة فعليا. يعني يعطيك ألف عافية أستاذ على كل هاي التفاصيل اللي خبرتنا إياها. أهلا وسهلا فيك معنا، وعن جد موضوع مهم إنه نذكركم عادي تملوا، بس عالجوا الموضوع بالطريقة اللي مثل ما ذكرنا، يا الواحد يمشي يا أما الواحد لا يلاقي حلول وطرق إنه يعني يطلع من حالة الاستسلام اللي بيكون فيها. أهلا وسهلا فيك معنا. شكرا أستاذ رضوان لك للطاقة الإيجابية اللي بدخلها معك على الاستديو بس تجي لعنا. أهلا وسهلا فيك.